أينما كنتم مشاهدي الأفاضل، أحييكم تحية إجلال وتعظيم، تحية حب وولاء وعرفان داخل وطني وخارجه، في حلقة جديدة من البرنامج اليومي الرمضاني فاعل الخير. قبل أن نبدأ تفاصيل هذه الحلقة، أذهب إياكم كالعادة إلى هذا الفاصل ثم نعود. صنائع المغرب تقي مصارع سوء. لتبرعاتكم أرسل فاعل خير على يمن موبايل 88022 MTN 8801 Y 8801. إذن أحييكم مشاهدي الأفاضل في هذه الحلقة أيضا المباركة. كم هي سعادة يعلم الله أن نعتز ونفخر بها في برنامج فاعل الخير، حينما نشاهد أصحاب القلوب الطيبة والأيادي البيضاء التي نقبلها دوما وهي تتفاعل مع تلك الحالات الإنسانية البائسة التي تعرض في الحلقة. مشاهدي الأفاضل، وصلتنا عدد من المبالغ وأحببنا قبل أن نعرضها في هذه الحلقة أن نعرضها بالصوت والصورة لأجل أن تكون شفافية بعد أن يتم إيصال تلك الأمانات إلى أهلها في الحلقات القادمة بإذن الله. أولى فقرة هذه الليلة مشاهدي الأفاضل، أسرة تعاني من عدة بلاءات، أب يعاني من مرض القلب وولده يعاني أيضا من صمامات القلب وابن ابنه أبكم، والأسرة تناشد أهل الخير التعاون معها ومساعدتها فيما تبقى من ليالي الشهر الفضيل لتجاوز هذه المحنة. مشاهدينا الكرام، نحن الآن في منطقة وادي أحمد وخصوصا في منزل الأخ أحمد الخموسي الذي يعاني من مرض القلب، والابن يعاني من صمامات القلب، وابن الابن أبكم وأصنج لا يسمع ولا يتكلم. عم أحمد، أيوة، قلت لي ما المرض اللي فيه؟ المرض اللي هي الأضل حق القلب، هذا جهاز منظم ومساعد تنغم القلب. هذا إيش يا عم أحمد، جهاز ولا إيش؟ جهاز منظم ومساعد تنغم القلب، يعني ينظم نبضات القلب. أيوة ينظم القلب. ما هو الذي تحتاجه؟ يعني تحتاج لإزالة هذا الجهاز ولا كيف؟ يحتاج إلى برمجة شهريا، يحتاج إلى علاج يكلف 12000 ريال، والبرمجة سمعها 5 شهريا. شهريا. طيب أنتم 14000 فرد في البيت صح؟ أيوة. كيف بتعيشوا؟ كيف إحنا ولدين، إحنا أولادي وأولاد ولدين. وإيش اللي ما سخره ربي سخره. حد بيدي لكم شيء؟ حد بي فيه ناس يعني من المنظمة يساعدونا بكيس. كل كم؟ كل 15 كل شهر. البيت إيجار ولا؟ البيت إيجار 12000 ريال حق الشاوش. طيب ما أعاني من المرض الصمامات القلب، مغير صمامات صناعي، وعلاج أستخدم علاج مدى الحياة كل شهر فحص، كل شهر فحوصه. كل شهر فحوصه؟ وعلاج مدى الحياة. كم بتكلف كل شهر؟ تكلف 15000 شهريا، والعلاج 25000 الكل شهريا. ما
مثلا اذا ما تعالج في شهرك ولا ما ودي لا يلزمش العلاج يوم واحد، اذا قطعت العلاج يوم واحد الصمامات تسدد وانتهي مباشره، ما يقدر يستخدم العلاج بعد الحياه. يعني اذا وقفت يوم العلاج الصمامات تسدد؟ ايه مره تسدد لانها بلاستيك صناعي. اتمنى ان يوصل نداءكم من خلال هذا اللقاء، ايش تقول لفاعلين الخير؟ الله يجزيهم خير نقول، ويبارك فيهم ويجعل شهر رمضان مبارك علينا وعليهم بالخير، وجزاهم الله خير التعاون. الولد جم ابكم واصنج لا يسمع ولا يتكلم مره، لا يسمع شو ولا يتكلم، لا يسمع ولا يتكلم، يحتاج سماعه ب 1400 دولار سماعه على الاذن، سماعتين داخليا. توقف العلاج، توقف الاكسجين، توقف السوائل البوليه، توقف كل حاجه. طبعا هي الم بزعلي ارجوك بعض الحين اساعد نفسي بالهذا بس. اذا مشاهدينا الكرام كما لاحظتم للامانه الحاله صعبه، ثلاثه في بيت واحد يعانون من امراض صعبه جدا وتكاليفها باهظه الثمن. نتمنى ان يكون نداءهم يوصل لكل ابناء اليمن في الخارج في الداخل، لكل الميسورين ان يتساعدوا مع هذه الاسره. احنا عبر برنامج فاعل خير نقدم لكم مبلغ قدره 15000 ريال مقدم من فاعل خير عبر البرنامج. بارك الله فيه واصلح الله وجزاه الله خير الجزاء المقدم. إذن مشاهدينا الفاضل في هذه الليلة المباركة أيضا من المؤسف أن نودع الثلث الأول من هذا الشهر الفضيل، مضت حتى اليوم ربما 10 أيام وهو ثلث الرحمة، فالسعادة والفرحة والبهجة والسرور لكل من يعني لم يستغني أو استغل هذه الأيام المباركة بالأعمال الخيرية، بالصدقات، بقراءة القرآن، بالاستغفار، بكافة الأعمال التي يتقرب بها إلى المولى تبارك وتعالى. والأسف والمحزن والشقاوة والتعاسة لكل من فرط في هذا الثلث الأول، فهنيئا لكل الخيرين وهنيئا لأهل الكرم والبذل والجود داخل الوطن وخارجه، وأخص بالذكر أيضا إخواننا المقتربون. أنتقل بكم مشاهدي الفاضل إلى محافظة الحديدة وإلى بلاء آخر لرجل أبتلاه الله عز وجل في قدمه بداء الغرغرينة، وحاليا طريح الفراش واستفحلت الديدان في قدمه وأصبح في منظر يندله الجبين، ومناشدة لأصحاب القلوب الرحيمة تخليصه أو خلاصه من هذا البلاء. أصلي حادث في السعودية وأنا في السعودية في 95، بدأ السكر من 95 إلى الآن. يقال إنه الأول السكر يعني قوي بذاتنا يعني
يعني استثناء لو ثابت ان طوارئ يبرك. نستخدم الانسولين احنا حتى الان الانسولين لما توقف برضه جزاه الله خير في ناس جابوا الانسولين ما قصروش. سنتين أو أكثر من سنتين بدأنا بصناعه ابتداء صبر صغيرة بترناها، وبعدين لقيت الكبيرة دي كان والدها في المستشفى وبعدين ورمت قيعت وشقوها ويقصوها، ورجال الثاني كاش قصوها من فوق منه، ورجال الدكتور أحمد أبدو نومنا في المستشفى الرشيدة بيت تقريبا أسبوع وخف الحمد لله الغريبة في قصة الصبر الثانية قصها. والآن الآن سنتين وشوية يوميا جارحة ونظر حيوي والحمد لله رب العالمين. ومعيّم الأولاد ما شاء الله ستة أولاد ما شاء الله اثنين عيال أربع أولاد واثنتين بنات، ومعي الزوجة الحمد لله رب العالمين كذلك كسر في الأمن فقدت الأمن نومة في المشفى الأمل سويت عملية هناك والحمد لله رب العالمين. نطلب من الله ثم فعل الخير اللي يقدر عليه. دود وانا احسب الدود هذا انكسر قلبه كامل والمرض ده شديد، وانا اريد ان يعني علاجات ولا نقدر علاجات عن 50 عن 60 لا نقدر ندفعها. نقول لهم ان يساعدونا، نريد ان المساعدة فينا. ارحموا من في الارض يرحموا من في السماء. إذا شيء مؤسف مشاهدينا الأفاضل، كما تشاهدون مطالب هؤلاء البسطاء ليست بالمستحيلة ولا يطلبون أكبر من حجمهم، فقط مطالبهم في هذا الشهر الفضيل من فاعل الخير ممن بسط الله لهم نعمة الرزق والصحة أيضا التخفيف من هذه المعاناة والتكفل بعلاجها والتي ربما لا تكلف لو جمعنا ما تم عرضه على مدى الأيام السابقة، لا تكلف ربما 1% مما تملك بعض الشركات والمؤسسات، ويبقى الدور عليها أمام الله وأمام التاريخ وأمام هذا الشعب الذي يمر بهذه
الأزمة غير المسبوقة. أنتقل مشاهدي الأفاضل إلى أيضا أسرة أخرى تعاني، يعاني رب الأسرة من صمم في القلب، وابنه مبتلى أيضا بداء الفيل في القدم، ومناشدة لفاعل الخير التكفل بعلاج هاتين الحالتين. هذا تشوه خلقي، وهو له مرض داء الفيل يتسمى، ايوه داء الفيل هذا يتسمى، هذا حسب الدكاتره اللي قالوا له شكلوا الامليات هؤلاء تسمى. هذا من يوم ما خلق، من يوم خلق المرض، ايوه من يوم ما خلق هذا، وهو ورم هكذا من يوم ولد، ورم هكذا بس هو ينزل شويه لو في من العلاجات حقه، نستخدم العلاجات حقه هكذا يعني. واحنا الان هنا زي ما نقول يعني مغتربين في صنعاء سب هذا الوالد يعني، علشان شوف عندنا في تهمة الحمى، شوف رجلي الآن مفطرة من الحمى يعني أكثر من 8 شهور هكذا نعاني من العلاجات اللي جارها. يعني الحمى يضرها؟ أيوة الحمى يضرها، والماء يضرها، والتراب يضرها، محافظين عليها محافظة يعني ضروري نحافظ عليها، نكون محافظين عليها دواما يعني. أفهم من كلامك أنه سكنت في صنعاء وسب ابنك وسب؟ نعم نعم، ساكن في صنعاء سب الولد هذا، وأنا الله ابتلاني بالقلب من قريب يعني حوالي 4 سنوات هكذا عندها، والسكر وهذا تقرير حق القلب والقسطرة. علاج الابن كم يكلف في الشهر؟ في الشهر يكلف يعني حدود 20,000 تقريبا هكذا. وانت؟ وانا 23,000. نعاني من الإيجارات ومأسرين شوية في الإيجارات، صاحب البيت مزقولنا هكذا شوية، إن شاء الله ربنا يسهل من عن طريقكم عن طريق الخير أهل الخير، علشان نخارج ذمتنا من الإيجارات وعلاج هذا الولد المطلوب من أصحاب. إن شاء الله إن شاء الله تفرج وتوصل رسالتك إلى كل الخيرين. هذا مبلغ 15,000 ريال مقدم من فاعل خير عبر برنامج فاعل خير، تفضل. شكرا لكم، شكرا للآكل توفيق ما قصرش، وأول من بدأ معانا في المرض هذا هو له الآكل توفيق هذا كثر خيره. نقول لهم شكرا لكم، ألف ألف شكر لهم إن شاء الله، وإن شاء الله نطلب منهم مساعدتنا في العلاج هذا الولد حتى يكبر وعمره 15 سنة يكون خلاص يعني. دحين شوف إذا كان عمره 15 سنة يكون يعني خلاص يكون يسحب منه هذا اسمه الورم ويكون خلاص طبيعي يمشي الحمد لله. هذا مرض الفيل. مرض ايش؟ مرض الفيل. وجعاه؟ ايوه. تشتيها بصف صاح وتعدى الورم هذا؟ ايوه ايوه. ليش ما بتقدر تمشي؟ ماشي. تحس لو ما تمشي؟ لما تمشي ايش بتحس؟ وجه ما تقدر صح؟ ثقيل يعني؟ ثقيلة. ما تقول للفاعلين الخير بأن يساعدوك ما يفعلوا لك؟
ساعد معي. عشان ايش؟ عشان لقيت حي. إذن والله أنسى مشاهدي الأفضل أن أحيي عقال بعض عقال الحارات الذين يتعاونون وأخذوا هذا الهم الوطني ونزلوا بأنفسهم للمسح الميداني في مناطقهم لأجل أن نصل إلى هذه الحالات المستحقة. شكرا لكل عاقل حمل هذا الهم الوطني وجزاهم الله خير الجزاء. وبالإمكان أيضا مشاهدي الأفضل أنول كل البسطاء بسطاء الناس خصوصا بإمكان كل مواطن يمني كل أب كل أخ كل أخت المشاركة في برنامج فاعل خير برسالة بسيطة يرسلها عبر الجوال عبر يمن موبايل يرسل فاعل خير إلى 880-222 أو إلى MTN 8801 أو Y8801. قيمة الرسالة لا تتجاوز 50 ريال، ربما أقل كلفة من كرت إنترنت شبكة. مشاهدي الأفضل ننتقل أيضا إلى محافظة الحديدة لهذا الشاب أيضا الذي رصده طاقم البرنامج يعاني من كسور متعددة أو متنوعة وأسرته تناشد الأيادي البيضاء التكفل بعلاجه. نحن والعيال نعبي غاز في الليل، بعدين احنا بعدين انا لحالي ماشي فاجرى على المتر صدمنا، وبعدها ولا حصلت ولا وعيت الا باي حاجه. الاصحاب يقولوا الناس اصطدم، فاصطدم وراحوا بي للمستشفى، بحتاج للعمليه، الحاله صعبه شويه. فهذا هو كله، يعني كسر عصف الرجل الايمن وخياطه في الراس، فهنا ما قدرت اوعي ولا باي حاجه. فقد انا الوعي مده يومين من الدنيا حما صدموا المتر، ولا درانا من اللي صدمه، ورجعوا له هناك للرصف سعفوا للمستشفى، قالوا له حاجه بسيطه نجيبوا رجلك مثل الكيسه مكسر، وهذه ذا هي مكبكب ما قدرش يمشي ولا قدر حتى يستقيم عليها. دحين جالس لا يصيح لا ونهار لا خلال لا قرف لا ليل ولا نهار،
والدنيا حمق، تضرب علينا شمس من هنا ومن هنا، والغرفة حمق. فنجلس وسط الشارع من الساعة 5 للساعة 12 ونرجع ندخل إلى داخل. وجزاكم الله لا كرهبة ولا ما عاد هذا اللي جاء. والحمد لله. إذن مشاهدينا الأفاضل، قبل أيضا أن أنتقل إلى فقرة أخرى أذهب إلى هذا الفاصل ثم أعود لاستكمال ما تبقى من حالات. من يكونها ما كانوا جاءوا ولا يهبوا لنا شيء تيثير ماذا ما يقولون بنا. توزيع الدفعة الثانية التي وصلت ضمن قوافل الخير والعطاء والبذل، 150 سلة غذائية. بحر وبر مغلق، محتاجين جواب، محتاجين لكل دقيق لذالة أي حاجة. طاقم برنامج فعل خير برفقة مؤسسة الصالح لإغاثة إخواننا وأهلنا في بني سعد محافظة المحوية. يبارك فيهم ويعينهم ويخارجهم من كل بلد. نشكرهم على أدائهم وواجبهم الجاهل. الله يستر عليكم، والله يبارك فيكم، والله يحولكم، والله ينور قلوبكم. بيض الله وجههم واليد العاملة عليها، جزاهم الله خير وكثر الله خيرهم إن شاء الله، ونشكر رجال من أمثالهم. إذا نحييكم مجددا مشاهدينا الأفاضل إلى هذه الحالة أيضا المأساوية لحالة الوالدة إيمان جمعة من دولة مصر الشقيق. رصد البرنامج هذه الحالة التي تناشد فاعل الخير توفير الدواء والغذاء لها وابنتها. من مصر، عايشة لي هنا 30 سنة من أيام الأزمة، بخيط معي 4 عيال و4 بنات، تعذبت عليهم طول السنين هذا ولا تعذب عليهم بشي عليهم. والأخير قلت لهم يجيبوا لي بيت أسكن جنبهم، قالوا لي لا ما نقدرش، قالوا لي 100 100، قالوا ما نقدرش، قلت خلاص خلوني حالي. الأب عاجز ميت حي، ما منه أي فايدة لا التربية ولا أي حاجة تذكر، ما حد بيزورش منهم أو بيديلش شيء. لا
لا زاروني ما بيدوا لي شيء، يا الله بيكفوا نفسيهم. لا طلبتهم يقولوا لي ما بش، كل ما اطلبهم يقولوا لي ما بش ما بش، عليها واصل. يجي بيوتهم مكفين بيوتهم، وامهم ما بش اللي تعبت عليهم، بعت ذهبي، بعت الورثه حق ابي وامي، جبته قعلي صرفته عليهم، ايجارات، صرفه، اكل، شرب، كسوه، لبس، كل شيء من عندي، له الحمد لله والشكر، ما يعودني رب العالمين. عايشه في هذا المنزل انت ومن يوم؟ انا وبنتي بس وحدنا، ندور اللقمه وندور العيشه، ما بش معنا ما ناكل، له الحمد لله والشكر. لا قعد يزن اخيتها ارجعها رجاع ولا بنطلون ولا اي حاجه من حد الجيران هنا، نجيت هنا وادي حمد ما بش عمل، وهناك ما بش عمل زي الناس مع الازمه، وما حد يقول لك خذي يما هذا ولا خذي يما هذا، لا الله يعينك يما، الله يعينك، الله يرزقك يما، ما بش ها خذي يما هذا خذي يما هذا ما بش. الله يوفقهم ويعطيهم العافيه، يبصروا لي معاش ولا عاشة كل شهر استفيد منها، وربي يكتبها لهم ان شاء الله في ميزان حسناتهم. ونفسي اجيب عمره، لا حد يتبرع لي بحق عمره، اجيبها عمره في رمضان ان شاء الله، ربي يوفقني باذن رب العالمين. وبنتي ربي يعطيها الصحه والعافيه، ربي يدوا لها حق علاجي على الجوا، قبلها على عمليه اللوز، وانا الشبكه حق عيوني نكعت، ما بش ما عب اشوف شيء زي الناس، انا اسنوني نكعت، اعصاب رجلي توجعني كل ما امشي وتعقب عليا، الحمد لله والشكر لله، واللي فيه الخير يقدم الله سبحانه وتعالى، والحمد لله والشكر لله. الله يكتب امي وانت، الله يعطيش العافيه ويرزقش العمره ان شاء الله ويشفي ابنتش. هذه مبلغ 15000 ريال مقدم من فاعل خير عبر برنامج فاعل خير. جزاهم الله خير، الله يوفقهم ويعطيهم العافيه ويكتبها الله في ميزان حسناتهم، ويديهم الله الصحه والعافيه دنيا واخره يا رب العالمين، والله يوفقكم ويعطيكم العافيه، وانتم جزاكم الله خير، الله يوفقكم ويعينكم. انا اطلب من اللي يشيلوا يفعلوا الخير يدوا لي معاش شهريا ولا عاشه شهريا، الله يوفقكم ويعطيكم العافيه، لان انا بحتاج والله بحتاج قوي، ان اقضيت ايامي انا وبنتي نرقد بلا عشاء، ما يعلم بينا الا الله سبحانه وتعالى، وما بنكلمش حد ولا نطلب حد الا هذا جيراننا اللي قدامنا، من حين ما جيت تدي كل يوم خبزه ولا لحوحه، خبزه لحوحه، لا ما جبتهاش لان افقدها والله، لكن الله يجزي كل واحد بيفعل معي خير، الله يجزي الجنة بإذن رب العالمين، ويوفقكم الله جميعا إن شاء الله رب العالمين. مشاهدين الكرام، كما لاحظتم الصورة تعبر عن ألف كلمة، لكن أسألكم بالله كل من يشاهد هذه المرأة، بالله عليكم ألا تغفلوا، إلى كل أبناء اليمن، إلى كل أبناء العالم في الخارج في الداخل، لا تغفلوا عن نداء هذه المرأة. حابة أضيفي شيء ما؟ حابة أضيف، الله يعطيكم الصحة والعافية، لا تنسوش شيء، اعالج بنتي ضروري، اهم شيء عندي بنتي اللي بتتنفخ عليها اللوز وتعقب رجليها، وانا اعجز ما افعل شيء، اعجز عليها وانا يعني حالتي تعبه قوي ما اقدرش اتحمل، ونكون ده لاخوانها ولا لاهلها ما منهم فايده، وانا خايفه عليها لا يجي لها المرتزف بالقلب ويحصل لها حاجه. والله يعطيكم العافيه والصحه، قلتكم مغبر، الله يوفقكم ويعينكم. إذن مشاهدينا الكرام، أيضا لا أنسى أن ننوه كما أنوه في كل حلقة لإخواننا الذين أو المناطق التي لم يستطع طاقم البرنامج النزول إليها، وخصوصا إخواننا في المحافظات الجنوبية، هذه قناتكم أيضا وقناة كل اليمنيين، وبإمكان أي حالة إنسانية تستدعي فاعل الخير التعاون معها، تصويرها بالجوال بالتلفونات الذكية من 4 إلى 5 مقاطع أو 3 مقاطع فيديو، وإرسالها عبر الرقم الذي تشاهدونه على الشاشة على تطبيق الواتساب أو التليجرام أو أي تطبيق آخر. أنتقل مشاهدينا الأفاضل إلى محافظة إب، حيث رصد طاقم البرنامج أيضا هنالك هذا الشاب الذي ابتلاه الله عز وجل بداء تضييق الشرايين، ونتيجة لعجز أسرته عن العلاج، لفتة كريمة من أو مطالبة لأهل الخير تكفل بعلاج هذا الشاب.
أعاني من مرض بمرض تسدد في الشريان وصعبان فقير ما معيش قوة ضروري وأنا بهذا الدبي منتم قد تبصوكم بصلة تبدو صعب واحد أجل ومعي 10 أطفال ولا معي أي عمل وأخذ الشرائي وأحترق السيارة وأرجع دابا أنتقل لها اللي موجود لا أقدر لا أستطيع أتحاشم وهذا ابني الزوج هذا في عملية تقريبية في الأخرى أخرى 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 صاحب خير يصدقوا علينا احنا معي 10 أطفال انا وزوجي مرض انا بالشريان عملية قاعة صنعاء ما معاناش اي عمل ولا اي حاجة يدعى احنا على ما ندخل معنا اليوم حالة محسن الزمر الذي يعاني من تصلب بالشرايين ويحتاج إلى عملية قسطرة وطبعا ظروفه صعبة جدا كما لاحظتم من خلال التصوير وشفتم أنه لديه 10 أبناء ومستواه المعيشي سيء جدا ومستواه تحت خط الصفر تحت خط الفقر وابنه الصغير يحتاج إلى عملية شفاه الأرنبية ونشكر قناة اليمن اليوم للنظر إليه ولغيره من الحالات البائسة ونتمنى منكم الوقوف إليه ولغيره بعين الاعتبار كونهم لا يمتلكون حتى القوت اليومي والضروري. إذن مشاهدينا الأفاضل أذهب أيضا إلى هنا في العاصمة صنعاء يعني حلت بعض أو جزء من المشكلة التي تعاني منها معظم الحالات التي تعرض فيها البرنامج وهي الأدوية والعلاجات. أدى الله فاعل خير كثر الله خيره وزاد الله من فضله وجوده وكرمه فاعل الخير أبو أحمد الذي تبعد عبر تصريح للبرنامج التبرع بما نسبته 50,000 ريال شهريا عبر الصيدلية المتكاملة هنا في العاصمة صنعاء وسيتم عبر سحب هذه الأدوية عبر المسؤول المالي للبرنامج الزميل عبد الخالق القيلي وإيصالها بإذن الله وعرضها أيضا للحالات المستحقة التي تعرض في البرنامج إلى هذه الفقرة. أهني الزعيم علي عبد الله الصالح بالمناسبة شهر رمضان الكريم وأتبرع لبرنامج فعل خير من الصيدلية المتكاملة ب50,000 علاجات للحالات التي تعرض فيها البرنامج وعناشد جميع الجار وجميع الشعب اليمني بالتبرع للبرنامج هذا أنه برنامج فعل خير بحق برنامج فعل خير وشهر مبارك على الجميع. إذن تحية لفاعل الخير مشاهدينا الفاضل أبو أحمد وكثر الله من أمثاله وأحيي أيضا هذه الصيدلية التي التزمت لطاقم البرنامج تخفيض أي أدوية يعني نسبة الأدوية بما نسبته 15
بالمئة من كل حالة سيتم إرسالها إلى هذه الصيدلية. وأيضا لمن أراد المشاركة من فاعلي الخير بأدوية ممكن التوجه أو بالإمكان التوجه بوضع مبالغ مالية في هذه الصيدلية وسحب الأدوية والعلاجات للحالات التي تستحق خصوصا في هذا الشهر الفضيل. أنتقل مشاهدي الفضيل إلى آخر فقرة هذه الليلة وهي لمسة وفاء التي تستهدف في النقاط الأمنية وحراسة المنشآت وكثير من الفئات التي تقدم خدمات وطنية متنوعة. نحييكم مشاهدينا الفاضل في فقرة لمسة وفاء. مرة أخرى نتفقد النقاط الأمنية التي تؤدي واجبها الديني والوطني بعد صلاة بعد أذان المغرب تحديدا. نستهدف هذه النقطة الأمنية التي تقوم بحراسة أحد المنشآت الحيوية. السلام عليكم، شهر مبارك. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف المعنويات؟ المعنويات عالية وفل. رسالة توجهها لرجال الجبهات ورفاقكم أيضا. الرسالة أرسلها إلى الجبهات أن يصمدوا ويقاتلوا، تمام ولا لا؟ وأن يثبتوا في مواقعهم رغم الظروف التي تمر بها البلاد ورغم الحالة المادية لأفراد الجيش، أن احنا صامدين باقين في مواقعنا في النقاط الأمنية في الحزام الأمني في المساكن الأمنية صامدين باقين. نقول لهم أن يصمدوا وأن النصر إن شاء الله حليفنا. يصمدوا رجال الجيش والأمن في وجه العدوان وواجه المرتزقة الغافلين عن بلادهم. ونهني الزعيم علي عبد الله صالح بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نقول كل عام وانتم بخير. هذا مبلغ مقدم من فعل الخير عبر برنامج فعل الخير 15,000 ريال إلى جانب 8 وجبات مقدمة وجبات إفطار من مطعم البيت التهامي. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. إذا المشاهد الفاضل اللي من فاته متابعة هذه الحلقة بالإمكان المتابعة في الإعادة 12:40 غدا بإذن الله. نلقاكم في حلقة جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظ الله اليمن وشعب اليمن.